انا عادل. عادل اخر الشبابيك. ما تعملوش ده عشان العيال ما تصحوش. حاضر. ازيك يا اخويا؟ عامل ايه؟ ازيك يا مان؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حسن؟ ازيك يا اخويا؟ عامل ايه؟ كويس. انت هربت ولا ايه؟ لا انا ما هربتش، بس في جماعه كده دخلوا على السجن وطلعوا كل المساجين وانا هربت مع اللي هرب. وانت جيت لغايه هنا ازاي؟ ده زمان البوليس قلب عليك الدنيا عادي. بوليس ايه يا حسين؟ هو البوليس فاضل حد دلوقتي؟ البوليس ايه بقى؟ مش مهم، مش مهم الكلام ده دلوقتي يا اخواتي، المهم ان هو في وشنا اهو وقدامنا سليم. هنا هنسيب نشوف بعض تاني يا امان. هروح اعمل لك لقمه تاكل. لا لقمه ايه؟ مفيش وقت، بس اعملي لي كوبايه شاي. عيني. وحشتني من ايدي. عيني يا اخويا. نورت بيتك. تعال يا اخويا سيب بقى ما تحمدوش. تعال. عاملين ايه؟ الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. وناوي على ايه يا اخويا؟ والله ما عارف. انا اصلا ما اعرفش انا ليه هربت، بس هي جت كده. اسمع بقى عادل، احنا نوضب كل حاجه ونخرجك بره البلد خالص. لا يا حاج، دي لفه طويله وانا هفضل طول عمري هربان. ما هو مش معقول برضو تفضل مستني حكم الاعدام عادل. يا حسين انا مش خايف من الموت، انا خايف ان استنى الموت. وقالوا لي ان الرئيس لو ساب الحكم هتتعك اكتر. ليه بقى؟ عشان الرئيس لازم يأشر على حكم الإعدام، يعني لسه هستنى انتخابات ورئيس جديد. ما هو عشان كده لازم تستغل الفرصة دي وتخرج بره البلد، لازم تروح في حتة تانية تعيش فيها عادل. يا عادل يا أخويا، أنت يا أخويا الأول اللي هرب ولا آخرهم؟ إن كان حياتك بره البلد، امشي بره البلد وخلاص بقى. والله ما عارف يا أمان. ربنا سهل إن شاء الله، المهم أنا لازم أمشي دلوقتي. هتروح على فين؟ واحد مدبر ممكن كده بعيد عن الحكومة. هروح أستخبى معاه. احسن برضه اخويا، وانا هبقى اجي اطل عليكم عشان افكر اشوف هنعمل ايه ان شاء الله. طب استني يا اخويا اصحي لك سامي يشوفها. لازم اوعي العيال يعرفوا ان انا هربت. طب بقول لك ايه، مش عايز فلوس؟ لو معاك ماشي. معايا؟ معايا خيرك اخويا. اتفضل. اتفضل اخويا، ولو عوزت تاني. لا حاجه ده كتير. لا مش كتير، ده من خيرك. أشوف أشوفك بخير حبيبي يا أخويا. بس والنبي يا حاج، موضوع نوسة لازم تخلصه عشان خاطري. حاضر حاضر يا أخويا، هطمن. يلا استنى استنى يا عادل، بس أعمل لك الحارة. لا ما تخافش، النقاب ده حميم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. يا أخويا خلي بالك من ابنك. حاضر. السلام عليكم. نفسك طمنا عليك. خلي بالك من نفسك. كان نفسي املى البيت زغاريد، بس هنقول ايه؟ مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك يا عمي، عقبال البراءه بتاعتك. مبروك يا فتحي. الله يبارك فيك يا عم عادل. خد بالك من غير فتحي، حطها في عينيك يا اخويا، دي بنت الحاج سعد برضه. ما تقلقيش يا ابله امان، واديكي بتقوليها اهو، دي بنت الحاج سعد. اديني ريحتك يا عم عادل وجوزت لك نوسه زي ما انت عايز. مبروك يا حاج. دلوقتي العروسه هتروح على بيتها. الشقه خلصت يا فتحي؟ اه الحمد لله خلصت من بدري، البركه في عم حسين خلص كل حاجه. عمك الحاج سعد هو اللي خلص كل حاجه، مش لوحدي يا عم حسين، البركه في عادل. البركه فيك انت يا حاج. انا همشي بقى. ما بدري يا اخويا. معلش بقى يا حاج. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. خلي بالكم انتوا من بعض يا حاج. خلي بالك من نفسك يا اخويا. قلبي مش مطمن يا اخويا. خايفة عليك قوي. عمر الشاي بقى يا امان. مش يا اختي. مش عليا، خلي بالك من ابني. يلا عادل. حاضر يا حسين. سلام يا عروسه. خلي بالك. خلي بالك. يلا عادل بقى. حاضر يا حسين. سلام يا عادل. سلام يا عادل. يلا عادل عشان تدبر امورك انت. يلا. سلام يا عادل. سلام يا الحمد لله. انت لحقت تتخلص؟ الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا انا اكلت جامد الحمد لله. يسلم ايديك. كل انت لو نفسك مفتوحه كده. انا عمري ما كانت نفسي مفتوحه قد النهارده. ده انا حاسه ان انا اول مره اكل من بعد ابويا مات الله يرحمه. بالهنا والشفا.
والله يا عم سالم كل مره بتزورني فيها بتعملي حاجه تفرحني وتفيدني. المره اللي فاتت شرحت قلبي بزيارتك، المره دي بقى فتحت نفسي على الاكل. بعدين معاكي بقى بلاش الكلام الحلو ده احسن هصدق. والله ما كلام حلو ولا حاجه، ربنا ما يحرمني منك ابدا. والله انا بدي ودي تيجي تقعدي مع البنت منيره والعيال. واسيب ابويا لمين بس؟ فين ابوك ده؟ على فكره يا عم سالم انا مش مجنونه. بقولك ايه؟ ما تيجي تقف معايا انا بعمل لك الشاي. اه الشاي غلي اهو. والله يا شادي انا نفسي تنزلي بقى وتشوفي الدنيا من جديد. انا هو انت عاجبك قوي قعدتك في البيت لوحدك كده؟ حتى مش كويسه للنفسيه. بعدين محدش عارف النصيب فين، يمكن تنزلي بقى وتقابلي ابن الحلال اللي يعوضك عن كل اللي حصل ده. لا ابن حلال ولا ابن حرام، انا خدت نصيبي من الدنيا خلاص. وبعدين انا ابويا ما بيروحش من بالي ولا ثانيه واحده. ايوه تعيشي وتفتكري. انا عارف يا شاديه بس يعني نبي يا عم سالم، وانا هلاقي احن من ابويا فين بس؟ لا طبعا مفيش، انا عارف. لا تصدق فيه انت يا عم سالم. ولا يهمك ولا يهمك، ثانيه واحده اعمل لك واحده ثانيه. اصل انا ما نمتش من امبارح ولا يهمك وعايز انام بصراحه. استنى بس رايح فين؟ هعمل لك واحده ثانيه حالا. لا انا تعبان وعايز انام. يلا سلام عليكم. طب هتيجي بكره على الغدا؟ هستناك. طب تحب اطبخ لك ايه؟ اي حاجه، سلطه رقاق. والنبي كان نفسي فيها. خلاص بكره اتغدى رقاق. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا ده كده ممكن يحصل لي حاجه. الله ده انا مش عارف اقول لها انا محروس عاوز اتجوزها. طب اعمل ايه؟ وبعدين انا ليه بتلخبط كده وانا معاها؟ بحس كده كاني عيل صغير كده وقلبي بيرفرف على النهار السود لك بحبها. الله يخرب بيتك يا سالم. وانا فين؟ البيت فاتني. يا نهار اسود على دماغي، هذه المصيبة. أنا حتى مش رايح البيت أساسا. أيوة يا عم سالم، عم سالم أنا خايفة قوي. أنا سمعت إن في مساجين هربوا من السجون، خايفة لا يكون عادل في وسطيهم ويجي هنا المنطقة. ولو إني نفسي يجي عشان أخد منه حقي، بس أنا برضك خايفة. يعني اعمل ايه يا عم سالم؟ ما انا عشان كده بكلمك. خلاص هستناك. اهلا يا عم سالم. ازيك يا شادي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ عم سالم انا عامله اكل، ثانيه واحده بس. لا 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 يا شيخ خلي نفسي اكل دلوقتي. اقعدي اقعدي اقعدي، اجيب لك الامانه ديت ونزل على طول. كان فين ده من زمان؟ كان فين يوم ابويا اتقتل واتاخد غدر؟ يا ستي مش ده الموضوع دلوقتي. المهم دلوقتي انتي مطمنه مش كده؟ هتنامي وبطك بطيخه صافي. بصي بقى، بصي يا ستي، هو ده متعمر ومليان، واخده بالك؟ انتي هتدوسي على البتاعه دي طق راجل يقع قدامك. والله ده حاجه يعني جامده. في كام رصاصة؟ في 10. يعني كأنك يا شادي معاك 10 رجالة في البيت، ما تخافيش من أي حاجة. خدي بالك منه ده جامد. ما تخافش. اوعي تدوسي. لا ما تخافش. أنت هتتجنني؟ ما تخافش. تسلم إيدك يا مسيح. يلا تسلم. السلام عليكم. Thank you.
والسلامه.